مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. في المواقع المحلية منع تداول العمولات الجديدة في مناطق الحوثيين وسيلة حديثة لنهب أموال المواطنين. وفي الشرق الأوسط الحوثيون يفرضون رسوما على العاملين في كسارات الحجارة. وفي البي بي سي صحفية روسية تفقد وظيفتها بعد طرحها سؤالاً على الرئيس بوتين. تحد جديد يواجه البنك المركزي الرئيسي في عدن والحكومة مع إصدار جماعة الحوثي قراراً يقضي بمصادرة النقود الجديدة من التجار والصرافين والمواطنين ومنع التداول بها أو التعامل بها في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها. وعنون موقع المشاهد نت: منع تداول العمولات الجديدة وسيلة حديثة لنهب أموال المواطنين. وقال الموقع إن قرار ميليشيا الحوثي قضى بإعطاء مهلة 30 يوما للتجار وكل من يملك بحوزته نقودا من العملة الجديدة باستبدالها بالنقود القديمة ما لم ستتم مصادرتها وسجنه عاما كاملا. والمثير للضحك أن ميليشيا الحوثي طبقا للموقع بعد أن تأخذ أموال المواطنين تعدهم بالحصول على تعويض بنقد إلكتروني أو بالعملة القديمة عما يسلمونه من العملة الجديدة حسب السقف المعتمد حد وصفهم. واعتبر اقتصاديون قرار ميليشيا الحوثي بأنه شرعنة لنهب ومصادرة أموال الناس ومدخراتهم في ظل أزمة سيولة نقدية تجتاح البلاد وشح في النقد الأجنبي. وسبق أن حاولت جماعة الحوثي عدة مرات سابقة القيام بإجراءات مشابهة لمنع تداول العملة الجديدة مع قيام الحكومة بطرح عمولات نقدية جديدة في السوق. وخلال الفترات السابقة فشلت جماعة الحوثي في مساعيها لمنع تداول الفئات النقدية الجديدة، ولكنها بحسب اقتصاديين نجحت في هدفها الأساسي وهو مصادرة النقود الجديدة من قبل المواطنين والتجار والصرافين. الريال الإيراني والريال السعودي، الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي وحتى الشيكل الإسرائيلي يمكنك صرفها والتعامل بها في مناطق سيطرة الحوثيين، لكن الريال اليمني الصادر من عدن غير مرحب به ويحرص الحوثيون على جعله دون قيمة. وهذا وفقا للكاتب سليم بن عبد العزيز تصرف يعزز رغبتهم في الانفصال وتقسيم اليمن إلى دولتين لكل دولة عملتها الخاصة. وأضاف في موقع الصحوانت: قرار ميليشيا الحوثي بسحب العملة الجديدة يعزز من الانقسام الاجتماعي والسياسي على مستوى وحدة الدولة ومجتمعها وقواها وترابها الوطني، وهذا يعمل على ولادة ضغط دولي وإقليمي على حكومة الشرعية وفق خيارين: أولها الرضوخ التام لتلك الممارسات الحوثية عبر سياسة الابتزاز وحربها ضدا على العملة الوطنية، وبالتالي فرض تسوية سياسية خارج القرارات الدولية ومرجعية الحل ذات الصلة في الأزمة اليمنية، وهو هدف آني واستراتيجي أولي. وثانيها وهو الأكثر خطورة، فرض تسوية سياسية بطابع تقسيمي لليمن دولة ومجتمعا، سيما وذلك يلتقي وإرادة أطراف محلية الانتقال ومجايليه أو قوى إقليمية الإمارات إيران وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية وقواها، خصوصا وأن هناك سياسة إقليمية ودولية تتوخى خلق واقع يمني مغاير لما كانت عليه الأزمة وسبب الحرب والقرارات الدولية ذات الصلة، أي خلق واقع يمني يدحض كل ما هو واقع وسبب لأزمة اليمن وجعله مختلفا كواقع وسياسة، وبالتالي ضرورة إيجاد صيغة ومرجعية وقرارات للحل جد مختلفة عما هي عليه منذ سنوات خمس. يعزز من هذه الفكرة وخطورتها تعارض السياسات للقوى الإقليمية الفاعلة والدولية في الملف اليمني، حيث تتوخى كل منها وتعمل على شد الواقع اليمني وخلقه بما يتواءم وعاملي توازن القوى وتوازن المصالح إقليميا ودوليا وبعيدا عن مصلحة الشعب اليمني، بل وضربهم لتلك المصالح اليمنية في الصميم. إذن فتوقيت الحوثية وقرارها بمصادرة العملة الوطنية الجديدة يدق ناقوس الخطر، وضرورة مغادرة تلكم السياسة العدمية للشرعية اليمنية وحلفها ككل، إذ أن الأمور تتجه نحو الأسوأ وغير متوقفة بإرادة حرة لشرعية اليمن الدولة والمجتمع،
وهذا تحد خطير علينا مجابهته ومحاصرته قبل فوات الأوان. دانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من جرائم بحق أسر الصحفيين المختطفين لديها. وعنوان موقع الصحوة نت: قيادي حوثي يهدد أمهات المختطفين بصنعاء ومنظمة حقوقية تحمله المسؤولية الكاملة. وقالت منظمة صدى إنها تلقت بلاغا من أمهات المختطفين تؤكد تعرضهن لتهديدات من القيادي في جماعة الحوثي والمسؤول عن سجن الأمن السياسي بصنعاء، حيث توعد الأمهات وأبنائهن الصحفيين المختطفين بسبب تحدث الأمهات عن الممارسات والانتهاكات التي تحدث بحق أبنائهن. وأكدت الأمهات تلقيهن تلك التهديدات إثر مطالبتهن السماح بالدخول إلى سجن الأمن السياسي لزيارة المختطفين منذ 5 سنوات. وحملت المنظمة المدعو يحيى سريع شخصيا المسؤولية عن أي تصرفات قد يتعرض لها الصحفيون أو أهاليهم نتيجة تهديداته. واعتبرت تهديدات المدعو سريع لأمهات الصحفيين انتهاكا خطيرا للغاية يرمي لإسكات الضحية وأهله وجعلهم شهودا إضافيين على براءة الجلاد. الناس مثل دولهم، والعنوان الذي نشره موقع عدن الغد تأكيد صريح لهذا، حيث عنوان الموقع: 5 سنوات هدنة بين قبيلتين في طور الباحة. ووفقا للموقع، فقد قام شيخا قبيلتي الخليفة والصميتة بتجديد العهد بين قبيلتي الجليدة والمعامية كبرى قبائل الصبيحة بطور الباحة، وبمشاركة عدد من الوجهاء تم تجديد الهدنة 5 سنوات بين القبيلتين، وذلك بأخذ عهد بينهما. وقال رواد الصامت: أخذنا بذلا لمدة 5 سنوات بين القبيلتين يبدأ من تاريخ اليوم 24 من ديسمبر، وتم التجاوب بإعطائنا البذل، والبذل هو الاستعداد لتقديم ما يطلب منهم كما هو في العرف القبلي. وتحدث الصامت عن مدى تأثير الثأر على المنطقة برمتها بغض النظر عما أحدثته فترة الاقتتال من فجوة بين القبيلتين التي تربطهما علاقة أصهار وأنساب، داعيا الجميع إلى نسيان الماضي مراعاة لما تمر به البلاد بشكل عام وما تستدعيه المرحلة من تكاتف وتلاحم لمواجهة العدو الحقيقي للبلاد. وأضاف أن على الجميع أبناء الصبيحة معالجة كل قضايا الثأر والتفرغ لما يحتاجه الوطن في ظل هذه الأوضاع المتردية. إثيوبيا واليمن ومخاطر سباق القواعد البحرية، تحت هذا العنوان كتب عبد العالم بجاش مقاله المنشور في المشاهد نت مضيفا: طموح إثيوبي جديد قد أعلن عن نفسه مؤخرا بزعامة أبي أحمد، وغايته التمركز على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر عبر سواحل جيبوتي. يأتي ذلك ضمن سباق دولي لإقامة قواعد على البحر الأحمر في جيبوتي نشط بشكل ملحوظ منذ عام 2011، وإثيوبيا هي 7 أو 8 دولة تمضي نحو جيبوتي للبدء بإقامة أول قاعدة بحرية لها، سبقتها اليابان وإيطاليا والسعودية والصين وأمريكا، ومن قبلهم جميعاً ب100 عام فرنسا. وهو سباق غايته المعلنة في المرحلة الراهنة حماية أحد أهم ممرات التجارة الدولية. وإلى جانب هذا الهدف المعلن، نبرة إثيوبيا صريحة في صراعها مع مصر، ويشكل ذلك مخاطر إضافية لليمن كبؤرة تجاذب دولي، ومخاطر محتملة على خلفية الصراع الإثيوبي المصري بسبب سد النهضة في الغالب. وسواء كان الأمر دوراً إثيوبياً ضمن لعبة أدوار منسقة دولياً مضادة للتهديدات الإيرانية للملاحة، أو كان لعباً إثيوبياً منفرداً، يتضمن الأمر مهددات بالغة الخطورة لليمن التي تعيش وضعاً لا يحتمل أي تهديدات إضافية. فوفقاً للتاريخ، كانت إثيوبيا من الدول التي احتلت اليمن ردحا من الزمن. وسط سباق للدول الكبرى لبناء قواعد عسكرية على ضفتي البحر الأحمر وحول مضيق باب المندب، وتحضيرات عسكرية غير مسبوقة تحت لافتة حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، تصل خطورة الموقف إلى أن اندلاع حرب عالمية أصبح احتمالا واردا وأقرب من أي وقت، فلا يمر يوم دون تحذيرات أو تهديدات تطلقها إيران من مغبة أي هجوم عليها، تقابلها تصريحات أمريكية تتوعد طهران برد صارم إذا ما تعرضت المصالح الأمريكية أو الجنود الأمريكيون بالمنطقة لأي هجوم إيراني أو من قبل ميليشياتها. دخلت إثيوبيا على خط الصراع الدولي على البحر الأحمر وباب المندب بتشجيع قوي من فرنسا، وكانت قد حلت قواتها البحرية منذ أعوام.
تبددت أحلامنا وانهار رأس مالنا، فأصيب أبي بجلطة على إثرها فارق الحياة فيما هاجر أخي الأكبر خارج اليمن بعد أن أغلقت ميليشيا الحوثي الكسارة التي كنا نملكها، وبعد مرور عام من التوقف قررنا بيعها حتى لا تصدأ الأجهزة والمعدات. هذا جزء من شكوى مواطن يمني نشرتها صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان جبايات حوثية تستهدف كسارات الحجارة وتوقف عمل العشرات. أبو بلال في حديثه للشرق الأوسط عن معاناته وأسرته جراء ممارسة الابتزاز والنهب من القيادات الحوثية التي امتدت لتصل إلى مناجم الحجارة التي يستخرج منها الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في محيط صنعاء ومناطق أخرى. من جهته يقول مالك سابق لكسارة وأصبح اليوم عاطلا عن العمل: انتقلت الميليشيا أو أثقلت الميليشيا كاهلنا بالجبايات، ولم يعد الدخل يغطي نفقات العمال ومتطلبات الإنتاج، وفي أحيان كثيرة كنا نقترض حتى ندفع رواتب العمال. وكانت الجماعة الحوثية قررت أخيرا فتح مكاتب لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بمحافظة صنعاء، أرياف العاصمة ومناطق أخرى، من أجل التضييق على ملاك الكسارات ونهبهم قبل أن تقوم بإغلاق 38 كسارة من كسارات ومناجم إنتاج الحصى المستخدم في الخرسانة. وذكر عمال في مناجم تكسير الحجارة أن الكسارات التي تم إغلاقها توجد في صنعاء وعمران وحجة وباجل وذمار وإب، وأكد ملاك الكسارات أن الجماعة فرضت رسوما تقدر ب8900 ريال على المتر الواحد المستخرج من الحصى، كما فرضوا أيضا جبايات في كل مرحلة من مراحل الاستخراج والبيع. تدعو الكاتبة السورية سوسن جميل إلى أن ننظر في وجوه بعضنا كي نشعر بالآخرين، وتضيف في مقال ينشره موقع سوريا: صحيح أن لا شيء يبقى ثابتا، فالحركة هي قانون الطبيعة والحياة، لكن هل يبدأ التغيير من الرأس في حالة كحالتنا؟ أم لابد أن يبدأ من القلب؟ وحتى يبدأ من القلب، ألا يلزمه أن تفتح المرايا على بعضها البعض؟ من الجدير بكل عاقل أن يرى نفسه في الآخر، وحتى يحقق هذه الضرورة من أجل العيش الجماعي الذي هو حاجة إنسانية بامتياز، لابد له من الاعتراف بالآخر وبأنه متممه في هذا التجمع الذي ينتميان إليه. عليه ترويض أنانيته وسعيه المحموم إلى الامتلاك والحيازة والتسلط والتميز. الفتى الجميل نرسيس كما في الأسطورة قضى بمشاعر الإعجاب بالذات وهو يرى وجهه في ماء البحيرة. لو كانت مراياه هي عيون الآخرين، أو لو كانت المفارقة تأتي من الاختلاف، ربما لم تلاقي تلك النزعة النرجسية الأنانية طريقا إلى نفسه، ربما عاش حياته الطبيعية مثله مثل بقية البشر. لكن أن لا يرى المرء في المرآة غير نفسه فهذا أمر قاتل. بينما البحيرة قالت: أبكي من أجل نرسيس لأنني كنت في كل مرة ينحني فيها على ضفافي أرى انعكاس جمال الخاص في عمق عينيه. فهل نطمح بأن ينمو في أعماقنا ضمير كتلك البحيرة التي رأت جمالها في عيني الآخر؟ أم سيبقى الآخر الذي لا يشبهنا هدفاً نمارس فيه عقدنا المتأصلة في أعماقنا المتكلسة التي صاغتها قرون من التبعية لكل الأشكال؟ لو يفكر أحدنا بالآخر الذي لا يشبهه لكنه يكمله، لو يرى فيه مرآته الصادقة فيسبر أعماقه وينصت إلى حديث روحه، كلنا أرواحنا تعاني، وكلنا من هذه الأرض، وكلنا انزلقنا بطريقة أو بأخرى إلى منحدرات معيقة للحياة المشتركة والحياة الخاصة، وكلنا تعرضت مناعتنا لأعتى أشكال الاختبار، وغالبيتنا يعتبر نفسه محصناً ضد مشاعر الكراهية والرفض والإقصاء، بينما الواقع أن غالبيتنا كنا نرى بعين واحدة، لأن الرؤية بالعينين متطلبة، فهي تفرض علينا موقفاً أخلاقياً على الأقل، وهذا مكلف في ظرفنا الحالي، مكلف حد الموت. هل يمكن لصحفي أو صحفية أن يغامر بوظيفته مقابل الحصول على إجابة سؤال واحد؟ وحتى لا نقع في التخمين، فقد حدث هذا في روسيا، حيث عنون البي بي سي: صحيفة صحفية روسية تفقد وظيفتها بعد طرحها سؤالا على بوتين. وقال الموقع إن الصحفية أليسا ياروفسكايا فقدت وظيفتها في محطة تلفزيون إقليم يامال الرسمية بعد أيام من توجيهها سؤالا للرئيس فلاديمير بوتين. وتفيد بعض التقارير بأن السلطات في منطقة يامال القطبية الواقعة شمال غربي سيبيريا لم تكن راضية عن سؤالها، ولكن
ما السؤال الذي سألته الصحفية خلال المؤتمر الصحفي للرئيس بوتين؟ لقد وجهت استفسارا إلى الرئيس، هل يمكن توظيف المدفعية الثقيلة من أجل إنجاز بناء جسر على نهر أوب الذي يربط مدينتي ساليخارد ولابيت نانجي؟ رد بوتين قائلا: إن اتباع سياسة قطف حبات الكرز باختيار مشروع معين أمر غير مناسب للحكومة، وبالنسبة لجسر أوب فهو رابط محوري ومبادرة مهمة. وقال المتحدث باسم بوتين إن السبب وراء ترك الصحفية لوظيفتها غير معروف، وقرار الطرد يتخذه المسؤولون في المحطة وليس أي شخص آخر. عالم معقد عن الدولة والحدود والسياسة العنصرية. تحت هذا العنوان كتب مدى الفاتح ما قاله المنشور في صحيفة القدس العربي قائلاً: نجد أنفسنا في مواجهة غموض مفهوم الدولة وما ارتبط به من مفاهيم ودلالات، وسوف تتزايد الفروق أكثر لو تتبعنا الفروق الفلسفية بين مفهومي الدولة التقليدية والدولة الحديثة. هذه النقطة مهمة، لأنه إذا كان انتقادنا الوحيد لذلك التنظيم الهلامي المسمى الدولة الإسلامية هو عبثية الاسم الذي لا يرتبط بتعريف واضح ولا حدود، فإن بإمكان ممثليه أن يفحمونا ببساطة قائلين: وهل يشترط للدولة أن يكون لها تعريف واضح وحدود؟ ماذا عن إسرائيل المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة؟ أين حدودها؟ وماذا تعني بكونها يهودية؟ هنا لا مفر من الاعتراف بأن الحدود ظلت قضية مثار جدل، ليس فقط عند القوميين العرب الذين يسخرون من حدودهم التي رسمها المستعمر الإنجليزي والفرنسي، أو أولئك المؤمنين بضرورة إعادة توحيد العالم الإسلامي تحت مظلة الخلافة، ولكنها قضية طرحت للنقاش حتى على بساط البحث الأوروبي والأمريكي. وقبل أن نعطي مثالاً للجدل الأوروبي، نحب أن نضع بين يدي القارئ هذه الفقرة المعبرة التي كتبها عبد العزيز كامل، والتي قال فيها ساخراً بشكل جعلني أفكر بانفصال جنوب السودان: والعجيب أنه كلما فرقنا الأعداء وصنعوا لنا حدوداً جغرافية جديدة تعاملنا نحن معها وكأنها من حدود الله التي من تعداها فكأنما ظلم نفسه. مفهوم الحدود قد اختلط مع مفهوم النفوذ، فأصبحت الولايات المتحدة التي تملك أسطولاً بحرياً وقوة عسكرية مهمة في المنطقة شريكة أساسية في أي نقاش حول الحدود الصينية أو ملكية الجزر. بعض دول المنطقة الصغيرة ترى في الوجود الأمريكي الكثيف حماية لحرية الملاحة ومرور السفن، وتعتبر أن خروج الأمريكيين يهدد بدخول النزاع مرحلة الحرب المباشرة. على الجانب الآخر، تستفيد الولايات المتحدة من هذا المنطق بما يكفل لها تمدداً أكبر عسكرياً وتجارياً. لا شك أن التعرض للاتهام بالسرقة يشكل فضيحة، لكن كيف ذلك لو كان السارق سفيراً؟ هذا الموقف واجه سفير المكسيك لدى الأرجنتين وقد ضبطته كاميرات المراقبة بالجرم المشهود، ولم يمر الأمر دون تداعيات. ووفقا لموقع الدي دبليو، سرقة كتاب تطيح بسفير المكسيك لدى الأرجنتين في خطوة بدت عادية، قدم سفير المكسيك في الأرجنتين يوم الأحد الماضي استقالته مرجعا سبب اتخاذه قرار تنحيه عن منصبه لمشكلات صحية، غير أن انتشار مقطع فيديو على وسائل إعلام يعود لأواخر أكتوبر الماضي يظهر فيه السفير المكسيكي وهو يحاول سرقة كتاب من أحد أشهر المكتبات في الأرجنتين قلب موازين رواية الاستقالة الأولى، ووضع السفير في موقف لا يحسد عليه. ويبدو أن السفير لم ينتبه إلى كاميرات المراقبة الداخلية التي صورت ما كان يفعل. ووفقا تقارير كانت وزارة الخارجية المكسيكية قد استدعت السفير في وقت سابق من ديسمبر وسط تبعات حادث السرقة، والذي حدث في مكتبة هي أحد أشهر مكتبات العالم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. وظهر السفير في كاميرات المراقبة وهو يأخذ مجلدا من فوق أحد الأرفف ويخبئه بين صفحات جريدة وضعها تحت ذراعه، ومن ثم غادر المكتبة مع الكتاب من دون أن يدفع ثمنه. وبحسب ما تردد تبلغ قيمة الكتاب 10 دولارات، وهو يتناول سيرة حياة الكاتب الإيطالي وزير النساء كازانوفا الذي عاش في القرن 18. مجموعة من أفضل الصور التي تم التقاطها خلال العام 2019 وقد نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية. We'll be right back.
في آخر فقرة من حلقتنا لهذا اليوم اخترنا لكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير والتي تعبر عن قضايا عديدة، نتابع. في ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.